ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لأمراض الجلد في نسخة 32، فهل حاضر اليوم في الأمسية الختامية. ودائما كما يقول المثل، فكل شيء يهون على السنين والشهور، وتبقى سوى الذكريات خالدة في أحضان كل فضاء. وهذا حين نعيش أحسن اللحظات مع تلة ونخبة من الدكاترة والأساتذة. فسهرتنا حفلة اليوم أكيد بحضور مجموعة البريدي تحت استيقاظكم اللي حاضرة معنا. وأيضا هذا الحفل سيتميز بمجموعة من التتويجات ومجموعة من الاعترافات لسنين مضت. لهذا اليوم نحن معكم أكيد باش أنا ندوزوا أجمل اللحظات وأقوى اللحظات